بعد ما أعطى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم إشارة لدائرة التحري بتوقيف نقيب السيار في محمود مراد بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار، توقف الأخير مساء امبارح وانسحب توقيفه على معطيات جديدة كشفت كتير من الحقائق اللي أدت لتدهور سعر الصرف. بحسب المعلومات فالقاضي إبراهيم أمر بتوقيف مراد بعد اعترافات بعض الصرافين بتواطؤهم معه والعمل لصالحه بطرق ملتوية عبر رفع سعر الصرف بالسوق لجمع أكبر مبالغ من الدولار وتحويلهم لنقيب الصيارفي ليرجع يشتغل فيهم بأسعار صرف أعلى وأعلى. من يومين وقفت شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي صراف بمنطقة الأوزاعي يدعى عين زين بيشتري أكثر من مليونين دولار يوميا من السوق بسعر أعلى من سعر السوق السوداء حتى، فشو علاقة هيدا الصراف بالنقيب محمود مراد؟ صراف المليونين دولار يوميا كان طرف الخيط للتأكد من تورط مراد بالتلاعب بسعر الصرف بحسب المعلومات، فاعترف خلال التحقيق انه رفع سعر الصرف عنده اكتر من سعر صرف السوق السوداء ما كان عن عبس، كما انه ما كان عمل فردي انما كان بزنس بينه وبين نقيب الصرافين. ولفتت المعلومات الى انه محادثات الهواتف بين مراد وبعض الصرافين اللي توقفوا بالايام الاخيرة تم ضبطها خلال التحقيقات، ووسعت اعطاء مراد الاحداثيات اليومية لصرافين مرخصين وحتى غير مرخصين بالنسبة لتحريك سعر صرف الدولار، اضافة لتوزيع الخطط عليهم للوصول للارباح المرجوة. هيدا المستجد المتمثل بتوقيف نقيب السيارفي بيفتح الباب للرأي العام قدام السؤال المشروع، شو تداعيات توقيف رأس السيارفي على سعر صرف الدولار؟ لا، سعر الصرف كأسس اقتصادية لازم ينزل، هذا ما مش سعر الصرف، العملة هي أداة للقيام بالعمليات الاقتصادية والتجارية، بس تبلش تضارب عليها سعرها ما بيعود سعر اقتصادي، بيصير سعر سياسي، بيصير سعر فساد، بيصير سعر اللي بدك إياه، لذلك بده يرجع ينزل، حتميا بده يرجع ينزل. هلأ القانون بيقول انه حيكم مصرف لبنان بيقدر يوقف كل الصيرفة بس يشوف انه صاروا في خطر عليهم على هذا الصعيد، بيقدر حاكم مصرف لبنان يفرض عليهم السعر. انتهت الخبرية. سبق عملية التوقيف بأيام مؤتمر صحافي لمراد عبر فيه عن استنكاره لحملة التوقيفات بحق الصرافين، فكان السؤال البديهي من تلفزيون نشرة حول ما إذا رفع الغطاء الحزبي والسياسي المحصن فيه النقيب بظل تمركزه بمنطقة الغباري ضمن الضاحية الجنوبية وقربه من مسؤولين بحزب الله وحركة أمل. يعني انحكى كتير خاصة مركزك بالضاحية عن غطاء حزبي لمركز حضرتك وكتير من المراكز، خاصة مع فرض بعض العقوبات الأمريكية على بعض المراكز الصيرفة بالضاحية. كيف تبرر هذا الموضوع وهل بتشوف أنه نرفع الغطاء عنكم؟ هذا سؤال يمكن تعرف هذا ما لازم ينسأل، حسب المعطيات اللي كنا نشوفها. المعطيات هذه كلياتها تنزل على السوشيال ميديا وأكيد في غاية من وراها. الغاية من وراها يعني استقرار النقب وهز الأمن، وهذا كمان كان امبارح في يمكن نزل بيان أنه ما لنا أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد مع الحزب، ووضح الحزب بشكل واضح. ولا حركة أمل؟ ولا حركة أمل ولا حدا. نحن أكيد ما لنا أي علاقة بأي حزب. رغم مراوغة مراد بإجابته على هيدا السؤال اللي أثار حفيظته، إلا أنه المعطيات لحد اليوم بتشير إلى أنه إذا كان في أي غطاء حزبي لإله القرار اتاخد برفعه، فهل التطورات القضائية المقبلة بحق النقيب رح تثبت هيدي المعادلة؟ محمد زهوي، تلفزيون نشرة. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.